النقطة الأولى، أول شيء نخلي مدربين على مستوى عالي يعملون بأحدث الطرق التدريبية ويكون عندهم أعلى شهادات. مدربين وين تقصد؟ بالأندية كابتن؟ بالأندية، بالأندية طبعاً، بالأندية وخاصة الأعمار، ونبدي من أعمار 6 سنوات و7 سنوات، إحنا لحد الآن نبدي من أعمار 13 و14 سنة. بانديتنا يجب علينا ان نبدا من اعمار 6 سنوات و7 سنوات، لان يعني هذا بال 14 سنه وال 15 سنه اثبتت الدراسات هسه انه بعد ما يستوعب عمليه البناء، يستوعب بس عمليه التكتيك، لكن بالعمليه الخمس 6 سنوات و7 سنوات راح يستوعب عمليه البناء، راح يقدر يتعلم شلون يوقف، شلون يتحرك، شلون يستلم، شلون يمر الكرة داخل القدم، خارج القدم، شلون يضرب بالراس، شلون يستلم بالصدر. كثير من النقاط اللي جاي احكينا يتوقعها العالم هي سهلة، بس هي جاي يلعبها ريال مدريد وبرشلونة، جاي يلعبون كرة القدم بهذا الكلمات اللي انا داعي. حلو. فطبيعي جدا انه اول شيء نخلي ورشات عمل على مستوى عالي، يعني يا احسن دولة متطورة في عملية بناء اللاعبين، نقول مثلا هولندا او اسبانيا، يجب ان نجيب ناس محاضرين يعطون احسن الطرق واحسن التدريب لهؤلاء المدربين يشتغلون بالفئات العمريه، اذا كانوا بالانديه او بالمنتخبات. هل استثمر صراحتك، شنو رايك بالعاملين الان من المدربين بالفئات العمريه بانديتنا؟ شلون تشوف عملهم؟ للامانه غالبيه العاملين في الانديه مالتنا لا يستحقون العمل. ليش؟ بالسبب لأن العمل بالأندية مع احترامي لكل العاملين، مع احترامي، غالبية الأندية يجيبون المدربين الفئات العمرية في العلاقات، ما يجيبونهم ما يجيبون. وهسه تروح شوف عندنا 3 أندية و4 أندية جماهيرية ممكن فيها مدربين يعني أسماء، أما باقي الأندية راح تشوف يعني من الحزب الفلاني قرايب رئيس النادي، أخو مدير الفريق اللي يدربون. رغم هذا أنا ليش قلت لك يجب أن يكونون المدربين على مستوى، لا مو بهذه الواقعية كابتن عماد، أنا حيك على هذه الصراحة وين راح تزعل الكثيرين من العاملين من المدربين، لكن أنت زملائك اللاعبين الدوليين المدربين الأسماء المعروفة اللي عندها شهادات تقبل تشتغل مع الفئات العمرية كابتن عماد لو طموح الفريق الأول دائما؟ اها هنا اكو موضوع مهم جدا. أي. انه انت بالفئات العمريه يجب ان توفر لمدرب الفئات العمريه افضل الامور، يعني تعطي راتب زين انه يكون مميز هذا الراتب، لان انت راح تجيب نجم وتريد تبني لاعب، توفر له كل الخدمات، توفر له وسائل التدريب في تطوير اللاعب. انت مو تجيب المدرب، تجيب مثلا على سبيل المثال هسه تجيب مثلا خلينا نقول نشأة اكرام وتقول له انت روح جيب الكرات وجيب المي وجيب ودبر الملعب مالتك، لا مو هنا، او ما تعطي راتب وتخليه هو يصرف على الفريق، هنا ما راح يقدر يعمل. انت المفروض من تجيب النجم توفر له كل مستلزمات النجاح على مود يقدر يعمل. احنا على مستوى منتخبات وطنيه هي مستلزمات النجاح متوفره لك كمنتخب كابتن عماد؟ احنا بصراحه متوفره؟ لا ما متوفره، لا لا ما متوفره. شلون انا اجي اوفر مستلزمات نجاح بالانديه؟ هي انديه خط طول هسه، فريق اول ما عنده كرات متشابهه كابتن عماد، واقع الرياضه مزري. كابتن علي انا جاي احكي على واقع، صح. على واقع واقع نجاح على مستوى العالم، صح. ما جاي احكي على واقعنا اللي احنا جاي نمر به، احنا واقعنا مزري. فمن من من نجي نريد نغير، احنا شلون نغير؟ يعني احنا اذا نبقى بمكاننا الراوح ما سوينا شيء، صح. يعني غيرنا بس اسماء، ما غيرنا منظومه عمل.